أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأنباء. نفت المحامية فدوى البرغوثي زوجة الأسير القائد مروان البرغوثي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول استمرار زوجها بالإضراب عن الطعام، مؤكدة أن ما صدر عنها هو أن قائد الإضراب آخر من يتناول الطعام بعد أن يطمئن على عودة الأمور إلى نصابها بالنسبة لبقية الأسرى المضربين. في هذه الأثناء أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أعلن عن تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين قيادة الإضراب وبين إدارة سجون الاحتلال. صادقت ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية على إقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بدلا من البؤرة الإسرائيلية عمونة التي تم إخلاؤها قبل أشهر شرق رام الله، وذلك بسبب إقامتها على أراض فلسطينية خاصة. وصادرت سلطات الاحتلال أرضا تقدر مساحتها بألف دنم من قرى سنجل والساوية واللبن الشرقية وقريوت شمال رام الله لغرض إقامة المستوطنة الجديدة. هذه الأراضي حوالي 1000 دنم، من تم اقتطاع من أراضي سنجل حوالي 460 دنم، مساحة أراضي سنجل الإجمالية تقدر حوالي ب 14500 دنم. أعلنت هيئة الشؤون المدنية أن تقديم تصاريح رمضان سيتم عبر المجالس المحلية والقروية في مختلف مناطق الضفة الغربية. وحول عدد هذه التصاريح التي سيتم استقبالها من قبل جانب الاحتلال، أشارت الهيئة أن الاحتلال صرح عن 200,000 تصريح ولكنه قد لا يلتزم بالعدد. في موضوع آخر، قتل اليوم شاب بعد تعرضه للطعن في شجار وقع في مدينة قلقيلية، وفق ما أفاد به الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي رزقات لوطن للأنباء. وكان مواطن يبلغ من العمر 28 عاما قتل أمس الأحد خلال شجار وقع في مخيم عسكر بمحافظة نابلس. ونختم الموجز مع حالة الطقس، فمن المتوقع أن يكون الجو يوم غد صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذا الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.